11:21 دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم، ورجعنا لكم مستمعينا، لقائنا بكم مازال مستمر وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور سناء. صباح الورد والياسمين. كنشكرك بزاف على حضورك الدائم معنا وعلى كل هاد النصائح اللي كتقدمينا، وكنشكرك بزاف، ودائما كتركزي على حويجات اللي هما في متناول جميع السيدات يعني في المكان. كنكون عند حسن الظن. تبارك الله عليك. سناء وتحية ليك ولطاقم البرنامج وكل مستمعينا والمستمعات ديال ميد غاديو. تبارك الله على الحدقات، تبارك الله داروا ما عليهم وكثر اكثر ما عليهم. اي والله يبلغنا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. اليوم غادي نتكلموا على البشره العاديه. الاسبوع الفات كنا تكلمنا على البشره الجافه، واليوم نتكلموا على البشره العاديه، وفي نفس الوقت نبغيو نعرفوا معاك الفوائد التجميليه ديال حب الملوك والدلح. يعني دائما معاك التفاكهه ما كتمشي وما كدوز غير هكاك، يعني في الموسم ديالها كنستافدوا منها. وصراحه يعني البارح خديت هذوك ديال المشمش، هذاك الالف ديال المشمش، والله الا بديت كنجمع فيه وبدينا كنوجدوا معاك. نتيجه فعاله. اي فعلا قلت انا هذاك مهم بزاف انه كيحد من كيحارب الشيخوخه، التجاعيد، كيرطب البشره، فيه وغني فيتامين ا اللي قلت لنا، فيتامين او خاصه فيتامين او. حنا كنعرفوا الفيتامين او البشره محتاجه ليه في هذا الفصل، هذا فصل الصيف، يعني كيحد من ضربات ديال الشمس. بالنسبه حنا دابا جمعنا المشمش، نمشيو دابا الحب الملوك والدلاح، نشوفوا شنو غادي نديروا به معاك. بالفعل سلا، حنا دائما خصنا نستافدوا من الفواكه ونستافدوا من الخضار، وجمال المراه مرتبط بهذه الانواع ديال الخضار وانواع ديال الفواكه. راه ماشي حتى شي حاجه ما داخله جديده من غير هذه الفواكه والخضار. يعني كل المواد ديال التجميل وكريمات مخوده من هذه الفواكه، سواء من العلفه ديالها ولا من الجلفه ديالها ولا من الفواكه اللي كنيبسوها ونطحنوها. يعني هذه المسائل كلها حنا يمكننا نستافدوا منها، حنا وباثمنه رخيصه وفي المطبخ كلها موجوده. نهضروا شويه على البشره العاديه. حنا كنعرفوا البشره فيها انواع، كاين الجافه والدهنيه والمختلطه والعاديه. وغالبا البشره العاديه الناس كيهملوها، وهذا خطا. يعني بعض المرات كنلقاو البشره عاديه شويه كتولي كتغير اللون ديالها، كتولي فيها بثور، كتولي جافه. يعني هذا راجع على الاهمال، وثانيا على سوء التغذيه. يعني حنا ماشي غير كنشوفوا البشره عاديه صافي راه غادي صافي بشرتي زوينه، لا داعي باش ندير لها شي حاجه. بالعكس، حتى هي محتاجه للتنظيف، محتاجه للمحلول، محتاجه للتدليك، محتاجه للتغذيه، واحد النوع ديال التغذيه. يعني هذه المسائل كلها باش نبقاو محافظين على البشره ديالنا، ودائما يكون واحد التوازن سواء في استعمال المكياجات المكياج ولا في استعمال ولا في التغذيه. هذه المسائل كلها تكون حاضره باش نبقاو دائما محافظين على الجمال ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم البشرة العادية، بالنسبة للناس اللي عندهم بشرة عادية، يمكن لهم يستفدوا بأي قناع، يمكن لهم يستفدوا بالتدليك، بأي نوع ديال الزيوت. وأنا كنركز دائما في هذا الفصل ديال الصيف، نحاولوا دائما يكون عندنا الكريمات ولا الأقنعة داخل فيها الفيتامين أو. يعني احنا كنعرفوا الفيتامين أو من بين الفيتامينات اللي كتجدد الخلايا ديال البشرة، وكتحد من الضربات ديال الشمس، وخاصة في هذا الفصل هذا. وغالبا نحاولوا ما امكن ناخذوا الكريمات اللي فيهم هذا الفيتامين او، وحتى الواقي الشمسي يكون فيه الفيتامين او. يعني احنا بما كنعرفوا احنا هذا الفيتامين او عنده هذه الفعاليه كبيره على الجمال ديالنا، يعني نستافدوا منه سواء بالاقنعه الخارجيه سواء بالتغذيه. والتغذيه احنا ما نهربوش من التغذيه، يعني نعرفوا بان الحبوب من بين الحبوب اللي فيها الفيتامين او الذره، والذره دابا راها موجوده. يعني هذا الفصل سبحان الله العظيم كاين فواكه اللي فيها هذا الفيتامين، وكاين حبوب اللي فيها هذا الفيتامين، والذره دابا حنا كنشوفوها كتبع مشويه ولا كتبع مسلوقه في الماء. وغالبا الناس ما كيعطيوهاش واحد الاهتمام. وحنا كنعرفوا هاد الذره هادي يمكننا نديروا بها شربات، يمكننا نديروا بها اقنعه، يمكننا نديروا بها زيت اللي غنستافدوا منه. وهذا الزيت اللي كيكون مشبع بالفيتامين او. وحتى السيده اللي ما قدرتش تستطع باش توفر هذا الزيت ديال الفيتامين، تشري هذا الزيت ديال الفيتامين او، ربما ما تلقاهش في قريب ليها، يمكن لها تصاوبوا في الدار غير من الذره، وتصاوبوا من